هبتدي من نهايه التقرير. خمينيز. هدف خمينيز يدرس، هذا انا اعتقد راح يكون هدف الجوله بالتاكيد. بنياس شوفي الآن في المركز الثاني مؤقتا، فوز مهم صراحة يمنحه الوصافة، ولكن يمكن استفاد اليوم، خدمه الطرد، خدمه الطرد طبعا، هو بعد الطرد جت الأهداف المتأخرة، ولكن الهدف الثاني يدرس في المدارس. بني ياس جالس يقدم سنة يمكن لن تنسى في تاريخ هذا النادي، وبعدين بهدوء يعني مدربة إسايلة لسه أمس موقعين معاه عقد جديد لمدة سنتين قادمتين، بعد ما شفنا فريق بني ياس السنة هذه أحد أجمل الفرق اللي تقدم كرة قدم. ولكن طبعا هاردلك على الإصابة الصليبي، يعني قطع الصليبي، إصابة كبيرة هذه، 6 أشهر تكلف، وتكلف واحد من أفضل اللعيبة اللي عند بني ياس السنة. بالتأكيد اتحاد كلباء يمكن تأثر بالنقص العددي، ولكن يحسب عليه أنه أضاع الفرص الكثيرة في الشوط الأول. هو اليوم لعب صراحة يعني أضاع عدة فرص، قدر أنه يقدم مستوى إلى أن وصل لمرحلة الطرد، ويمكن هي اللي صنعت الفارق في خلال المباراة. لكن اليوم خليني أشيد بإسايلة مدرب بني ياس، خليني أشيد باللجنة الفنية وعلى بس يعني هناك عتب على إسايلة، خاصة بالنسبة للاعب بيدرو، جواو بيدرو، لماذا لم يتم إشراكه كرأي كأساس يعني منذ بداية؟ أنا عندي السبب، كان عنده إصابة عضلية قبل المباراة. الفوق نحن ونحن بنحضر المباراة كلهم بيتسألوا شو السبب شو السبب شو السبب. أنا قريت في أنه كان عنده إصابة عضلية خفيفة، ولكن كان مستغرب جازف القرار. نعم. مستغرب أنه يدخله في الدقيقة 70، جازف ودخله لأنه أنت عارف الفوز ما جاش، فكان عنده خيار ثاني. شو ما كانت الأسباب، شو ما كانت الأسباب، سواء من المدرب، قرار من المدرب بيكون قرار جريء وتحمل المسؤولية وفريقه فاز. أنا اليوم هند أريد أشيد باللجنة الفنية وعلى راسهم مترف الشامسي والقائمين على نادي بني ياس اللي خلقوا هذه التوليفة من نادي يشارك للمنطقة الدافئة إلى اليوم شريك رسمي على مستوى الصدارة. فسألتيني أنت من اللي ممكن يأخذ الدوري، أقول لك ممكن بني ياس يأخذ الدوري. قلت لك هذه السنة وإحنا اليوم لابسين أزرق، أنا بالصدفة لا ما حشجع أحد، امبارح يقولوا لي تشجعي مين اليوم تشجعي مين، لا أنا بالصدفة. لا أنت بني ياسية اليوم. بس الجميل سواء في الدوري الإماراتي أو السعودي أنه عنصر المفاجأة حاضر نعم، وما تعرف مين اللي ممكن يأخذ البطولة.